هاي النتيجة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كمالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. عينك طايب. راك يخرج مع الصباح ما الدري هذا تضروا ليه شي بهيمات وربما مسكين هو تيقلب على واحد الخروف وطاح في هذيك الجلتة ديال الماء. دابا حنا راه تنحملوا المسؤوليه لهاد الناس هادو. طيب هذيك فاش اختفى هو على الانظار وسمعنا بان الغنم رجعت للدار وهو اختفى على الانظار، واش درتوا شي بحث مثلا على حنا الناس ديال الدراري كلهم بايتين تيقلبوا حنا النهار كله حنا تنقلب. انا الاول جيت عندي تريبورت وقفت وجيت تنقلب عليه، ما خليت الروضات ما خليت شي بلاصه ما قلبش. جينا هنا لقينا الخنشه ديالو ليه والحوايج ديالو، قلنا حنا الله هو العالم ما غاديش نتقلدوا بشي حاجه ما شفناش ما يمكنش يطيح تما. اليوم في النهار جاو الرجال ديال الوقايه المدنيه هما اللي عاموا عليه وكل شيء هما اللي جبدوه. انت حضرتي لكل شيء وشتيه وبلا ما نوضح اكثر. بقى فينا وليدات عنده ما عنده مسكين عنده العائله ديالو الاهل ديالو مساكن راهي ناس بسيطه وتا هو انسان بسيط تيخدمي مع الناس وتيعيش مع الناس وهذا تدور معاه هذا فهمتي هو تبعته تيعرفنا كلنا راه كلنا تيعرفنا الصغير الكبير اصلا نعرفوه ماشي ما تنعرفوه. الله يرحمه ويسع عليه في هذا النهار ديال الجمعه. الله يجعل سيدي ربي يتزوج عليه وعلى المسلمين اجمعين. هذا ديال التلتيفت هو كان راعي غنم عنده 35 سنه. هذا الاثناء راه تيجيش هو. الله يجعل رجع صاحبي رجع 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 شوف سير حط الماء حط الزمن حط يعطيك اخرى حط والله وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.